في أول زيارة له بعد تسنمه المنصب، وزير الداخلية عثمان الغانمي يزور محافظة بابل للوقوف على كافة تفاصيل وضعها الأمني، إذ أشاد الوزير بالعلاقة النموذجية التي تربط قيادة الشرطة بأهالي المحافظة. محافظة بابل هي من المحافظات المهمة جدا، وأيضا موقعها الجغرافي وتنوعها الإثني والعرقي بالقياسات الأمنية هي واحدة من المحافظات المستقرة أمنيا. أهميتها الجغرافية دعت أن السيد الوزير يكون موجود فيها. اليوم المبدأ اللي تقوم بوزارة الداخلية والنسق اللي تعمل عليه، وخاصة ما يتابع السيد وزير الداخلية، هي قضية تمتين العلاقة والشراكة بين المجتمع وبين قيادات الشرطة. اطلع السيد الوزير على سير الأعمال بالأجهزة الأمنية وسير المنظومة الأمنية في محافظة بابل، أكد على عمل المنظومة الأمنية أن تكون فريق عمل واحد وتتوحد الجهود في سبيل تأدية رسالة وزارة الداخلية لخدمة المواطن. أيضا أكد على أنه تفكيك كل المعضلات والمشكلات اللي يعاني منها المواطن، ومعرفة كل ما من شأن التخفيف من معاناته، وبالتعاون مع الأجهزة الخدمية وأجهزة الوزارة. كما التقى الوزير عددا من عوائل شهداء الأجهزة الأمنية للوقوف على احتياجاتهم كشيء من الشكر والثناء لمن جاد بالروح من المنتسبين. أيضا ضمن هذه الجولة سوف يكون هناك تكريم لعوائل شهدائنا الأبطال، اللي كل ما قدم لهم هو قليل بحقهم بحق ما قدموا. تابع ذوي الشهداء والوقوف على سلبيات معاملاتهم وحقوقهم العائدة لذوي الشهداء. وتأتي زيارة الغانمي إلى محافظة بابل ضمن سلسلة زيارات إلى المحافظات العراقية للإطلاع عن كثب على واقع الحالة. وفي محافظة بابل أشاد الغانمي بدور الأجهزة الأمنية في المحافظة.